عندي هاي متفائل صراحه، لانه قلت لك هاي المباريات اعطتني فكره على الفريق بشكل انه شنو الشيء اللي لازم اسوي للفريق. الحمد لله والشكر اليوم احنا لعبنا باسلوب جديد. يعني مقتنع بالاداء ولا مقتنع بالنتيجه الكابتن يحيى علوان؟ لا الاداء والنتيجه، لا تنسى هم يسوون يعني هذا يسمونه تريتنج دفاع، 10 لاعبين ضبط هم يدافعون بالثلث الدفاعي، وهذا تحتاج الى قدرات وامكانيات عاليه اي فريق مو بس الفريق العراقي انه يتجاوز هذه المرحله، وانت شفت الرطوبه يعني هاي تاخذ من اللاعبين ومن قدرات الفريق، فالحمد لله والشكر. اقول الفريق العراقي ان شاء الله هي يعني مباراه استقراريه للفريق، ان شاء الله راح يجي بعد اقوى واقوى للمباريات القادمه. شنو الرساله بالضبط اللي وجه الكابتن حي الوالدين؟ يعني سبق الكابتن نور صبري وجه رساله للجمهور، قال خليني ابتعد عن الضغوطات الشتم وهذه الامور. الكابتن يحيى علوان رسالته هذا الجمهور. وهذا فريق يعني جمهورنا هو طبعا بقلبنا وجمهورنا وحبيبنا، واحنا كل شيء نسويه من اجل الجمهور ومن اجل الجمهور العراقي، نفرح الجمهور العراقي، لكن محتاجين من الجمهور انه شويه يصبرون على الفريق العراقي. ليش؟ بالبدايه كان ماكو لاعبين، اكو لاعبين قسم امتنعوا، لاعبين اكو صار تبديل، لاعبين جدد بالفريق، لا لازم نمنحهم الفرصه، لان اللعب الدولي مو مثل اللعب بالدوري، اللاعب الدولي يحتاج الى خبرات، الى قدرات، الى شجاعه، الى انه يكون يتمرس بهذا المجال. هسه احنا الحمد لله والشكر ربي عندنا مجموعه من اللاعبين اخذوا فرص خلال هاي الفتره، ان شاء الله يعني انا اقولهم ان شاء الله يعني اوعدهم احنا نتاهل ان شاء الله، مو بس اوعدهم بهذا الشيء. اللي ما يقتنع بالاداء لهذا اليوم، يعني اكو ناس قد ما اقتنعوا بالاداء. هذا الاداء مو اي واحد يقدر يحصل هذا الاداء، الاداء مو مفتوح، هذا مو لعب مفتوح، هم بس فتحوا علينا قوانا، فتحوا الثاني اخذنا ضربه فاول سجلنا هدف، هذا اللعب يسحله يعني يعني التنظيم بالثلث الدفاعي، هم 10 لاعب يعني حتى مهاجم ماكو اللي قدام. كابتن نزار مبروك الفوز، لكن رغم الفوز يعني رده فعل الجماهير يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وما طلعنا عليه انه الجمهور ما مقتنع يعني بالاداء، انتم ككادر تدريبي مقتنعين بالاداء وبالنتيجه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اولا مبروك للجميع. النقطة الثانية، فريق يلعب يدافع ب10 لاعبين في منتصف ملعبه، يحاول ياخر اللعب، من الطبيعي جدا ان تجي المباراة بهذه الطريقة، وايضا يعني شفت حضرتك الاجواء يعني الرطوبة 100%، يعني اذا نلعب الاسلوب المعتاد اللي متعودين عليه وهو الانتقال السريع للامام باستمرار كان عندنا يصير هبوط باللياقه البدنيه. لهالسبب حاولنا نستحوذ على الكره اطول فتره ممكنه ونلقي ثغرات في دفاع الخصم، وحصلنا على بعض الفرص. نعم الناس تريد فرص، تريد هجوم، تريد تسجل اكثر، لكن مثل هيك مباراه اعتقد الصبر كان مطلوب من لاعبينا. الاسلوب وانت كنت حاضر يعني حتى بالتدريبات هذا الاسلوب حتى بالتدريب